المنادي ينادي يوم الجمعة، أنت تعلم أن ظهر الجمعة الساعة كذا محدد كل جمعة، إلى 50 سنة وأنت تأتي متأخرا وتدرك أن الملائكة قد أغلقت الصحف وجلست لتستمع إلى الذكر، فإذا قال الإمام الحمد لله لن تكتب من مصلي الجمعة، وفرح أنت كل جمعة مصلي وتزيح هذا وتزيح ذاك وتصلي ركعتين. طب إذا كان مدير المصلحة هو الذي سوف يذهب لاجتماع العاشرة، هل تذهب إليه العاشرة والربع؟ هذا هو حجم الدين عندنا، هذا هو حجم مراقبتنا لله، وهذه الحال التي وصلنا إليها. أحبتي في الله، لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض. اللهم لا تعرض عنا بأعمالنا، واغفر لنا وارحمنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ما الذي يزيد في جرعة الإيمان في قلب العبد ليكون مراقبا لمولاه سبحانه وتعالى؟ أمور خمسة حاول أن يعني تعقلها عشان تطبقها حتى لا يكون العلم حجة علينا، اللهم اجعله لنا لا علينا يا رب العالمين. أول شيء، اعلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص النية فإن الناقد بصير، وأحكم الشراع فإن العقبة كؤود. أخلص النية لأن الناقد بصير، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويراك أنت على طاعة وأنت على معصية، سبحان الله. فأول درجة من درجة الرقابة، اعلم أن رب العباد لا يغفل عنك لحظة واحدة، فلا تغفل عنك أنت عنه. الأمر الثاني، رب العباد جعل عليك منه حفظة، حفظة رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب يراقب عملك وعتيد يسجل هذا العمل، ولا يترك لا شاردة ولا واردة إلا وأحصاها عليك، أحصاه الله ونسوه، يكتب عليك كل شيء منذ أن تبلغ الحلم إلى أن تغادر هذه الدنيا. هذا الملك لا ينام، الله ما كتب عليه النوم، وما كما إبليس أيضا لا ينام. قال رجل الحسن: يا إمام هل ينام إبليس؟ قال: لو نام لاسترحنا، لو خد أجازة، ما ليس عنده أجازة، لا جمعة ولا سبت ولا خميس ولا، هو هكذا كتب الله له الحياة، يعني مخلدا إلى أن يعني ينادي المنادي سبحان الله، أو الصيحة تأخذ كل من على وجه الأرض، إنس وجن وحيوانات وطير، ثم بعد ذلك لا يبقى على وجه الأرض إلا الكبار الأربعة: ميكائيل وجبريل وملك الموت وإسرافيل. فيسأل إسرافيل من قبل الله، أو يسأل ملك الموت، يسأله ربه: يا ملك الموت، من على وجه الأرض؟ من بقي على وجه الأرض؟ وهو العليم الخبير يقول: يا ربي، ما بقي إلا عبادك الأربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الماثل بين يديك. يقول: يا ملك الموت، اقبض روح ميكائيل، اقبض روح إسرافيل، اقبض روح جبريل. ثم يقول الله عز وجل: يا ملك الموت، مت. ثم يقول رب العباد: لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، لأنه لا أحد على وجه الأرض ولا في السماء ولا في الأرض، خلت الأرض كما كانت، كان الله ولا شيء، وسوف يبقى الله ولا شيء، يبقى الملك الواحد القهار. ثم بعد ذلك، واستمع: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق،
ذلك يوم الخروج. نسي المليار ونصف إلا من رحم ربي هذا اليوم، فطغى بعضهم على بعض وكذب بعضهم على بعض وخان بعضهم بعضا وانحرف بعضهم ولم يراقبوا رب العباد عز وجل. عندئذ استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق، ماذا يقول المنادي؟ يقول: يا أيتها العظام النخرة، يا أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. نخرج من الأجداث صراعا كأننا إلى نصب النوفد سبحان الله، هناك على غير هدى، حيث يحاسب رب العباد سبحانه وتعالى العبد على صغير الأمر وكبيره. فالمقصر ماذا يقول؟ والذي نسي ربه ماذا يقول؟ فالأمر الأول: رب العباد لا يغيب عنك، والملك يقظ يكتب عليك ويحصي لك وعليك، والشيطان وهو الأمر الثالث من الخمسة دائما حاضر لك، يريد أن يكسلك عن طاعة الله، أن تبغض أخاك، أن تظلم زوجتك، أن تهين زميلك، أن تخون صاحب العمل الذي تعمل معه، أن تأخذ ما لا يحق لك، أن تريد أن تتكبر على خلق الله. هذا هو الإيه؟ هذه النقطة الثالثة في قضية رقبة الله عز وجل. الأمر الرابع: بالله عليكم أذكركم ونفسي أولا، صلي صلاة مودع. قل: أنا أصلي مع الشيخ اليوم الجمعة، أنا لا أضمن أن أعود إلى صلاة العصر، لا أضمن أن أصلي مغرب اليوم، لا أضمن أن أصلي عشاء اليوم، فكن على أهبة للقاء الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس: لا تجعل لله ما تكره. بعد أن تتمزق الثياب تخرجها لله، بعد أن لا يخرب الطعام ويفسد من بكتيريا أو غيرها تخرجها لله. لا تجعل لله ما تكره، كما وصف رب العباد هؤلاء ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب. أنت أخرج أفضل ما عندك، وإلا لصرت كولد آدم الذي أخرج أسوأ ما عنده ولم يتخبر رب العباد منه، وحقد على أخيه، وانتهى الأمر بالحسد والحقد إلى قتل أخيه، وأرسل الله إليه غرابا ليعلمه كيف يواري سوءة أخيه، وإلتى أعجز أن أكون مثل هذا الغراب. عند ذلك صار خاسرا وأصبح نادما. أحبتي في الله، العبد يجب أن يكون دائما على رقابة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول مذكرا نفسي ومذكرا إياكم أن الواحد منا يجب أن يعيد حساباته. بالله عليكم اجلسوا بعد كل صلاة دقائق خمسة، بعد أن تختم الصلاة وتسبح وتحمد وتكبر وتدعو، راجع نفسك، قل: من ظلمتهم من الصباح إلى الظهر؟ من ظلمتهم من الظهر إلى العصر؟ من ظلمتهم من المغرب إلى العشاء؟ وعند النوم من الذين ظلمتهم اليوم؟ وادعو دائما وقل: اللهم يا رب ما بيني وبينك فاغفره لي، وما بيني وبين الناس تحمل تبعاته عني يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاه. اللهم كن مع ابنائنا في سوريا، اللهم انزل عليهم نصرك وصبرك يا رب العالمين. اللهم ارحمهم فانت بهم راحم وانت على عدوهم قادر. يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجمع اهل العراق على قلب رجل واحد، واطرد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اعد الينا المسجد الاقصى. اللهم من اراد بمسلم سوءا في مشرق الارض او مغربها فاجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اوقع الظالمين في الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتم السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قلنا
إن كفار مكة أبوا أن يسلموا أو يسلموا أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن هناك أمور تترتب على قول لا إله إلا الله تحت عنوان فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا علم، العلم يحتاج إلى تطبيق. معنى لا إله إلا الله أنه في الإسلام لا سيد وعبد، كلنا عبيد لله، السياد فوق هذا الكون، الكل يستوي. لكن أبا جهل وعقبة والوليد ينظرون إلى عبيدهم يبيعونهم ويشترونهم ويسخرونهم بدون أجر، فيرون أنه لا يجوز لهذا العبد أن يجلس بجواره. حتى لما بدأ يعني بدأت حقائق النبوة تظهر بوضوح شديد فشعروا بالحرج، فقالوا يا محمد اجعل لنا يوما ولهم يوما، يعني احنا ذوات الدم الأزرق درجة النبلاء والوجهاء وعدة القوم، احنا الملأ، وما ذكر الملأ في القرآن إلا بسوء. قال الملأ الذين استكبروا من قومه يا أيها الملأ، دايما الملأ والعياذ بالله رب العالمين، فرعون وملئه سبحان الله، الذي ايه الذي يملأ كيانه بكبره، الملأ الذي يمتلئ الكيان الداخلي بالأنا، الأنا عنده تنتفخ، وطالما الأنا تنتفخ يصير من الملأ المعارض للحق. فقالوا يا محمد اجعل لنا يوما ولهم يوما، يعني الوليد بن المغيرة على عقبة على أمية بن خلف على أبو لهب، دين يوم دول علية القوم ياخدوا درس بالإيه بالشوكة والسكين والكلام. أما سفلة القوم السوقة والدهماء الناس دول الأوباش اقعد معهم يوم براحتك. الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على إيمانهم أشد الحرص. يعني لو حكمت انت واحد من الصحابة وهم ارقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعجبك هذا الكلام يعجب ما يعجبكش، يعني صح ولا لا؟ لكن يعني وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. يقول يا ابن الخطاب كان حري بك ان تأمرني بحسن الاداء وتأمره بحسن القضاء. هو يهودي مجرم وجاء ليطلب ماله بطريقة غير مؤدبة ومهذبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد اليهود يجذب الرسول صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى احمرت رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا بني عبد المطلب أنتم قوم مطل تماطلون في أداء الحقوق. شوف شتيمة واضحة. هل يقبل مدير مؤسستك وهو موظف مسكين يعني يطلع له قرار الصبح يكون في بيتهم ويجيله التوتر والضغط وينقلوه للإنعاش؟ ده إنعاش، خلي بالك انت سبحان الله، يعني يتحمل ان انت تقول له انت العيلة بتاعتكم عائلة مطل تماطلون في أداء الحقوق؟ فعمر لما وجد هذا المنظر ما تحمل، شهر سيفه، قال يا عمر اذهب وأعطيه حقه وأعطيه 20 دينار زيادة ثمن ترويعك له بسيفك. هو رجل له ايه؟ له حق عندنا، بس في نقطة، انت كمان زودت الحق بانك ايه؟ روعته، اخفته. هذه عظمة الدين، هذه عظمة الدين. عمر يجلس ويسند ظهره الى الكعبة بعد انتهاء موسم الحج امام شكوى واحد قبطي جاي من مصر. قل نعم مالك؟ قال انني تسابقت مع ابن والي مصر ابن عمرو بن العاص فسبقته فضربني وقال اتسبقني وانا ابن الاكرمين. الامة يوطد لها كلما تقارب الناس بعضهم مع بعض وكلما لم تتميز طائفة على طائفة كما تميز او اراد الوليد وابو جهل التميز. فقال كفيت انتظر لا تسافر الى مصر. وارسل كبير اليوران ومدير المراسم اذا جاز التعبير والتشريفات محمد بن ابي مسلمة ائتني بعمر بن العاص وبولده. جاء عمر بن العاص
ساب الفسطاط مصر القديمة وتوكل على الله عن طريق العريش وسيناء ودخل على جدة على مكة لغاية ما وصل إلى أمير المؤمنين. قال هذا الذي ضربك؟ قال نعم. قال اضربه أمام الناس، لأنه ضربك أمام الناس. فضرب القبطي ومن أهل الذمة ابن عمرو، قال أجلها على صلعة عمرو. الرجل المصري صاحب حق ولكن عادل. قال أميرا من ضربت من ضربني؟ اللي ضربني ضربته، أضرب ليه؟ إيه مشكلة عمرو؟ الولد مش مهذب ابنه، لكن ما مشكلة أبيه؟ قال ما ضربك هذا إلا بسلطان هذا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هكذا يمكن للأمم، هكذا مقتضى لا إله إلا الله. فالرسول قال خلاص يمشي الحال، تعالوا انتوا يوم والفقراء يوم، يبقى درس للأغنياء ودرس للإيه؟ للفقراء. ظنا من الرسول ورحمة ولينا ورأفة أن يدخل الإيمان في إيه؟ في قلوب. ولما الإيمان يدخل في القلوب خلاص انضبط الأمور. اللي بس أول طلعة، أول طلعة دي صعبة شوي، الزرجانة الأولانية دي بتاعت المطور مجرد بس إن شاء الله تمشي السيارة. في هذا الوقت جاء ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم فقير مسلم أعمى، وإحنا البيئة العربية تنظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الآن نظرة خاصة. ما دخل الإيمان في قلوبنا؟ أوعى تدعوا إحنا مسلمين. إذا كنا، إذا سلم الناس من ألسنتنا وأيدينا صرنا إن شاء الله مسلمين. عمر الله يرضى عليه قاعد يشرح للصحابة قواعد الصلاة كيف تصلي، فضل يتكلم في الأركان وفي الخشوع وفي الخضوع والخوف من الله والتوكل واليقين والإخلاص والنية الصادقة وتجديد النية الصحابة حصل لهم رعب من شرح عمر. قال يا أمير المؤمنين هذا حال من يصلي، أنت بتخوفنا من كمان من الصلاة، فكيف حال من لا يصلي؟ قال أنا أكلمكم عن المسلمين، عن المسلمين. فلما تسلم قلبك لله، في ناس يسلم ويسحة المعاملات لك لا، أصل التجارة شطارة، خلي بالك. الشيخ عمر قاعد يقول لنا صلة الرحم، طب يجي